Good evening, Dr. Muhammad. احنا النهارده هنتكلم على الـ application and uses of genetic algorithm in construction projects. الجينيتك الالجوريزم دي طريقة بتوصلنا لأحسن حل أو تاني أحسن حل عن طريق اللي احنا بندخل لها solution وهي بتعمل لها update عشان توصل لأحسن حل. بتشتغل ازاي؟ how it works. أول حاجة احنا بنعمل create initial generation. initial generation يعني بندي حل مبدئي، بعد كده بنعمل له evaluate عشان نبص على fitness value بتاعته. لو fitness value بتاعته دي مظبوطة خلاص بعمل output result، لو مش مظبوطة بعمل step تاني اللي هو بعمل create a generation كمان. generation كمان ده بشوف بعمل له cross over مع solution الأولاني واشوف الفيتنس فاليو بتاعته مظبوط. لو مظبوط هعمل اوتبوت فاليو، لو مش مظبوط هعمل جنريشن كمان واقعد اعمل ستوب لحد ما اطلع او الريزلتس اللي انا عايزها. قبل ما نبدأ الحل احنا محتاجين نحدد المشكلة ونشوف الداتا اللي عندنا في المشكلة من حيث الـ variables و constraints عشان نقدر نحولهم لكروموزوم وجين. بالنسبة لأول خطوة احنا عندنا two stage، كل stage بتتكون من 5 buildings والاتنين على بعض 10 buildings. كل مبنى هيبقى بالنسبة لنا كروموزوم والـ duration بتاعه هيبقى الجين، وبعد كده المفروض هنختار احسن تو بيلدينجز من العشرة بيلدينجز عشان يبقوا البيرنتس بتوعنا عشان نعرف نوصل لحل مبدئي. بعد ما عملنا initial generation في الستيب اللي قبلها احنا علينا نعمل evaluation. ال evaluation ده related لل objective function. objective function دي ليها علاقة بال constraint، وال constraint اللي احنا لازم نحتمه هنا هو ال project total duration. لو انا results بتاعتي من step 2 بالنسبة لي مش optimal، فانا باخد ال offspring بتاع ال generation ده بخليه يحصل له mutation عشان يعمل generation جديد اللي هو هيوصل لي حل احسن اللي هو مدة زمنية احسن للمشروع بتاعي. دي كانت الـ results بتاعتي لما عملت crossing over لأول اتنين parents مع بعض. طلعوا لي اتنين time tables لكل stage، المفروض إن هي على حسب الـ variables اللي أنا معرفها له. هي كانت حاجة similar للي إحنا عاملينها في المشروع عندنا بس بطريقة مختلفة.